تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العالمين الجديدة. وخلال تفقد مباني فرع الأكاديمية قال وزير الإسكان إن هناك استعدادات تجرى حاليا لافتتاح كليتين أمام الطلاب في شهر سبتمبر المقبل ومبنى لإقامة الطلاب الوافدين. كما أشار الوزير إلى أنه بحلول الفصل الدراسي الثاني سيكون هناك كليتين أخريين جاهزتين ومبنى آخر لإقامة الطلاب، على أن يتم افتتاح باقي المباني تباعا خلال عام 2020. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة. باشمهندس، بعد التحية، زيارات عدة يقوم بها السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء واجتماعات حتى للحكومة ومتابعات بشكل دوري وبشكل مستمر مكثفة خلال الأيام والأسابيع الماضية، إلى أي مدى هذه الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء والمسؤولين إلى مدينة العالمين الجديدة تشكل زخم وأيضا تضيف بعد آخر في عمليات الإنشاء داخل مدينة العالمين الجديدة بشكل عام؟ اهلا بيكم يا فندم. اهلا بيك. هي الزيارات والمتابعه المستمره بتلقي الضوء دايما على اسباب المعوقات وطريقه حلها، وما بتخليش حد من المقاولين او الراي العام عنده شك في ان المدينه بتتابع بصفه دوريه وبجديه وبحزم، وطبعا كله بيبقى بيدفع في اتجاه واحد اللي هو اتجاه التنميه واتجاه الحلول يعني. طيب، كانت هناك جوله اليوم للسيد رئيس الوزراء، تفاصيل هذه الجوله باشمهندس اسامه. هي النهارده كانت الجوله قصيره شويه لكن كانت المتابعه دقيقه. هو سياده معالي رئيس الوزراء كان بياكد النهارده على المواعيد الافتتاحيه ويؤكد على جوده العمل وبيؤكد على الانطباع اللي المفروض يكون عند الجميع ان احنا كلنا بتتضافر الجهود في حل كل المشكلات يعني. طيب، السيد وزير الاسكان يعني نوه اليوم الى انه حجم المشروعات المقبله سيكون اكبر من تلك التي يتم تنفيذها حاليا، ما هو مخططاتكم في مدينه العالمين الجديده باشمهندس؟ هو احنا حاليا احنا شغالين في المرحله الاولى، لكن في حاجات بتخدم كل المراحل. في حاجات بتبقى مرافق مشتركه بين الاربع مراحل اللي هنشتغل فيهم ان شاء الله. المرحله الاولى اللي هو التاسك بتاعنا اللي هو في ان شاء الله 30/6/2020، اكد معالي دوله الرئيس ان المواعيد ديت ما فيش فيها جدال وان لازم تكون كل حاجه جاهزه للاستخدام وجاهزه للسكن وصالحه للاقامه طول العام. المشروعات اللي احنا بنشغلين فيها تمثل تقريبا 25% من حجم المشروعات المستقبليه، وان كان الحجم ضخم الا ان المتوقع ان شاء الله هيبقى اكبر واكبر باذن الله. باذن الله، بشكرك شكرا جزيلا المهندس اسامه عبد الغني رئيس جهاز مدينه العالمين الجديده على كل هذه التوضيحات.